لم يمر بعد شهر واحد على الطرد المثير لأطباء بلا حدود من إيران، حيث أذهلت وصدمت صور ميليشيات الحشد الشعبي العراقي جميع الإيرانيين. فقد تم مشاهدتهم في مدينة قم يلوثونها بوجودهم فيها، واضعين على جباههم شعار مدافعي الحرم. وأثارت الصور المذكورة احتجاجات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الإيرانيين. وفق المادة 125 من الدستور الإيراني التي تنص على توقيع الاتفاقيات الدولية يجب أن تتم بعد مصادقة البرلمان وسماح رئيس الجمهورية، المادة 146 من الدستور الإيراني تنص أيضا على أن انتشار أي قاعدة عسكرية خارجية في البلاد ممنوعة وإن كانت من أجل الاستخدامات السلمية. والحشد الشعبي مدرج ضمن قائمة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية. وقبل هذا أيضا، عندما لم يكن الحرس الثوري يسمح بدخول القوات الشعبية الإيرانية لمساعدة منكوبي السيول في الأحواز، دخلت الميليشيات العراقية المسلحة إلى المناطق الإيرانية المنكوبة بالسيول. وقد احتج البرلمانيون الإيرانيون حينها على تواجد قوات الحشد الشعبي في إيران، واعتبروها منافية للدستور الإيراني. ولكن في هذا العام يبدو أن الجميع أيقن بأن الدستور والبرلمان والحكومة الإيرانية ليست إلا مزحة لدى الحرس الثوري الإيراني.